كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. سلمى مرحبا بك في مدينة طنجة ومرحبا بك أيضا على كاف 24 تي في. شكرا لك بزاف خويا أسامة. كنوجه تحية كبيرة لقناة كاف 24، كنوجه أوسي تحية كبيرة لكاع الناس ديال الشمال وسيغتو طنجة اللي أنا دابا فيها، وشرف لي نكون معكم اليوم. قلتي طنجة وأنا فيها دابا وبلباس العروس، واش اليوم سلمى عروسة؟ انزغرتو فين هو الراجل بعدا؟ ما كاين لا راجل لا والو، لا باقي ما كاين لا عرس لا والو. اليوم عندنا تصوير ديال القفطان المغربي من المصممة إحسان غزيل، وفوالا دونك كيف كتشوفوا لا كوليكسيون ديالها كتحمق، سي نوفيل كوليكسيون، وصافي هادشي اللي عندنا اليوم. بغينا سلمى المتابعي كاف 24 يتقربوا اكثر ليلى كسلمى الشخصيه ديالها، ماشي كسلمى اللي ظهرت في مسلسل سلامه ابو البنات. دابا هي شويه صعيبه باسكو الناس دابا اول ظهور ديالي شافوني بهذاك البيرسوناج، دونك صعيب عليهم باش يعرفوا يقدروا يفرزوا ما بين نسرين وسلمى، ولكن انا اللي نقدر نقول لي نخلي الوقت الناس باش تعرف عليا، ومع الوقت غادي يعرفوا الشخصيه ديالي كيفاش دايره اكزاكتوم. كيف جات الفرصه لسلمى باش انها تمثل في مسلسل سلامه ابو البنات وتكون البطله ديال المسلسل؟ الحمد لله جا كونتاكتاني الديريكتور كاسينغ ياسين مامون اللي كان وجه لي تحيه كبيره هو والمدام ديالو، دو معايا على قبل الدور ديال نسرين، قالوا لي واش بغيتي تجي دوزي الكاسينغ، مشيت دوزو، كانوا معايا بنيتات وحده اخرى، عطيت كل ما عندي في الكاسينغ، يعني خدمت على راسي، حفظت السيناريو مزيان والحمد لله ربي سخر. واش كنتي كتوقع هذا النجاح هذا كامل لمسلسل سلامه ابو البنات والشهره ديال سلمى؟ ما كنتش بتاتا متوقعه بلي غادي يدير هذا البوز كله. بيان سور حنا عارفين بلي كانت لا سيتواسيون حتى هي اللي عاونات، و انا بوغ موا كانت اون سيري لات سيناريو كنا حبيناه، وحنايا كنا كنمثلو عن حب، ما كناش كنفكروا بلي لا خاصو ينجح، دونك كانت نيه زوينه وربي سهل لينا فيها. وبالنسبه لهذا البوز هادشي كيفرح، يعني جاتني فرصه زوينه. سلمى كيف ما كنشوفوا في الجزء الاول ديال مسلسل سلامه ابو البنات شفنا نسرين في واحد الدور اللي هو مشاكس، وكنشوفوا يعني كنشوفوها اكتيف بزاف في هذا الجزء هذا، واش في الجزء الثاني كيف ما خلينا في الجزء الاول ان سلمى ان نسرين حامله، في الجزء الثاني واش هذه تبقى نسرين مشاكسه او هذه تبدل الدور ديالها؟ هي انا ما بغيتش نحرق المشاهدين زعما شنو غادي يكون اكزاكتومون، حيت حتى هما كيتسناو الجزء الثاني، ولكن بيان سور كو نسرين غادا تبدل. اخر مره شافوني فيها كنت حامله، دونك غادي نولد، نقدر ندير شويه ديال العقل، تبدا تجيني شويه ديال المسؤوليه وداك الشيء، دونك تقدر تبدل. إذا قلت لسلمى الحقد والحسد؟ الحقد ما عنديش معها وما عنديش مع الناس اللي كيحقدوا، ولكن عاوتاني كنقول كل واحد هو حر، كل واحد وشخصية ديالو. والحسد أنا بوغ موا الحسد كلمة كبيرة، يعني باش فاش كتحسد الواحد خايب، يعني أنا كنتعاند ودير حسن، جو سوي بوغ، مي الحسد نو. عمر سلمى غدروا بها صحابها؟ بيان سور في هذه الحياه كتلقى مع ناس كيكونوا مزيانين كيف كتلقى مع ناس خايبين، كيف كتلقى مع ناس زوينين اللي يقدروا يبقوا في حياتك وتكون بيناتكم صداقه زوينه، كيف هذاك اللي كيكون حاسدك وغير منك وداك الشيء كيبان مع الوقت وربي كيحيدوا لك من الطريق، الله يسامح لهم. نقطه الضعف ديال سلمى والنقطه الضعف ديالها اللي تخليها انها تبكي شكون؟ الأب ديالي حيت الأب ديالي عزيز عليا بزاف، وهو اللي ربانا، هو اللي كبرنا. أنا ما عشت مع ماما، عشت مع بابا أكثر من مع بابا، مع ماما. بابا لعب بهذاك الدور ديال الأب والأم،
وحضنا وكان يطيب ويتصاحب معنا ونخرجوا معاه ونجلسوا معاه، كان قريب لينا بزاف، يعني صعيب شي واحد يفهم العلاقه اللي بيننا وبين بابانا. مي الله يخليه لينا. كان استشر معاه وكيديبلاصا معايا وكيجلس معايا وكنتشاور معاه، هو دراعي، هو عينيا، هو كل شيء، يعني اي حاجه نقدر ندير على قبل بابا. ربي يخليه لك. سلمى، قبل ما نختفوا معاك، اذا قلت لسلمى حبات شي واحد وزوجات به وقال لها تخلى على الفن بصفه عامه، شنو تكون ردد الفعل ديالك؟ لا سيدي ما متفقاش، واش انا التمره كل يجي واحد يقول لي جلسي في الدار؟ ما يمكنش. لا، الا كان هو كيبغيني غادي يبغيني كيف انا، فهمتيني؟ ولا كنت انا كنبغي غادي نبغيه كيف هو، يعني ما غاديش نقول لي لا دير فحال هكا ولا ولي فحال هكا، الا بغيتو غادي نبغيه كيف هو. تبارك الله عليك سلمى. سلمى، طبعا وصلنا معك للنهايه وهذه هي البدايه ماشي النهايه. تبارك الله عليك، انا فخور بك وكنتمنى لك مسيره موفقه في المجال ديالك بصفه عامه، حيت كنعرفك واحد الانسان اللي متابره. كلمه اخيره شنو كتوجه للجمهور ديالك عبر كاب 24 تخطيب؟ اول حاجه كنشكر كاب 24 وكنشكرك اسامه بزاف، حتى انا فخوره بك بزاف وشرف لي نكون معك اليوم وانت عارف هذا الشيء. الرساله اللي نقدر نوجه للشباب بعدا، الشباب قراو مزيان، خدموا على راسكم، ما تضيعوش الفرص، كونوا راسكم، ما تبقاوش تسمعوا الناس شنو كيقولوا ولا ديروا في حال الناس. هذه هي الرساله ديالي للشباب، وكنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني وكيبغيوني، حتى انا كنبغيكم وكنتمنى لكم التوفيق والله يلطف بينا، وان شاء الله تفوت هذه لا سيتوياسيون وتبقى غير تاع وانتظروني في الجزء الثاني ديال سلامات ابو البنات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.